التحدي. أبو فيصل، كيف شايف هالقرار؟ القرار واضح إنه يقصد الهلال والأهلي في هذا الموضوع، التنافس الكبير اللي شفنا في لقب الملكي بين الفريقين. طبعا أولا نحيي الحقيقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على هذا القرار. طبعا أنت عارف أنه اللقب هذا أخذ منحنى آخر مع الأسف، الكل يعرف أنه من أطلق على يعني من سمي بأمر ملكي الكل يعرف هذا الشيء، ولكن نعتقد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أدرك أيضا يعني أنه لا طائل من الخوض أو الجدل هذا، فلذلك هو أراد أن يقطع الخط على كل من يحاول، ممكن أيضا يستغل سواء من غير جماهير الأهلي أو الهلال بهدف إثارة الاحتقان وداخل الوسط الرياضي والشبابي، فلذلك نعتقد أن الاتحاد السعودي قطع الخط على من يحاول يعني استغلال هذا اللقب. ولا شك لقب يعتبر شرفي، ولكن في نفس الوقت هو في الفترة الأخيرة يمكن النادي الأهلي دخل على الخط، يمكن في سنتين أو الأهلي دخل على الخط الهلال قصدك؟ اي يعني انتزاع هذا اللقب، والكل يعرف انه يعني ما اطلق عليه اسم الملكي الهلال، ولكن سمي بامر ملكي من الملك سعود. كل نادي له عذره في هذا الشيء. بالضبط، الاهلي يرى انه بحكم انه الاكثر انتزاعا لبطولات كؤوس الملوك يمكن، وكل الاثنين عذرهم مقبول. بالضبط، فلذلك انا اقول انه الاتحاد السعودي لكره القدم يمكن هذه قرار غير مسبوق، ونعتقد انه طيب يعني بيضع حد كبير كما قلت الجدل في طيب.